رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد هذه فرصة لقائنا بشيخنا أبي عبد الله الله يبارك فيكم، حفظه الله الله يكرمك، وبارك فيه، الله يحسن إليك، أصلا أن يرزقنا وإياه وجميع الله يزيدك السامعين تواضع، الستة تعلم منك والإخلاص. التواضع. الله الله يبارك يبارك فيك، في حضرتك. الله يكرمك. أول سؤال نوجهه لشيخنا حفظه الله، هذه المسألة التي يعني كثر الخلاف فيها، لعله يحسمه لنا إن شاء الله. الله المستعان. مسألة الحرم، هل التضعيف خاص بالمسجد الحرام أم بمكة كلها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فضيلة الشيخ أنس يسأل من باب ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فيسأل هل الصلاة في مكة كلها تعدل 100,000 صلاة كالحرم أم خاص بالحرم؟ الذي عليه الجمهور من أهل العلم أن الصلاة في مكة كلها تعدل 100,000 صلاة، ومن أدلتهم ما يلي: أولا قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة. قال ومعنى الهدي بالغ الكعبة، الهدي لن يصل إلى الكعبة إنما هديا بالغ الحرم. ومن أدلتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحصر منعه المشركون من دخول مكة عند الحديبية كان يتحين وقت الصلاة فيدخل حدود الحرم يصلي ثم يرجع. ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في الحج، نزل في الأبطح، كان يصلي هناك ولم يكن يأتي إلى المسجد الحرام بصورة مستديمة. وهذه بعض أدلة العلماء القائلين بأن مكة كلها حرم، بل ومنى كلها داخلة مع مكة، ونصف مزدلفة على قول، ومزدلفة كلها على القول الآخر. بعض أهل العلم من معاصرين يستدل بلفظة في الحديث صلاة في مسجد هذا تعدل 100,000 صلاة إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة. هذه اللفظة في الاستدلال بها وجهين: الاستدلال الأول، الناحية الأولى، ناحية الإعلال الحديثي، أحيانا الحديث يروى من عدة طرق، يروى من عدة طرق، تجتمع الطرق كلها على لفظة ويأتي راوي يروي الحديث بالمعنى فيغير في روايته بالمعنى، وهذا وارد جدا عند بعض، يعني عند كبار العلماء، أحيانا من العلماء من يروي الحديث بالمعنى فيختل المعنى وهو حسن النية. على سبيل المثال، مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يصلي فيخيل إليه أنه يرى الشيء في صلاته، يخيل إليه أنه يرى أنه خرج منه شيء في صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث معروف وهكذا رواه الأكثرون. فجاء إمام من الأئمة، إمام فاضل وعالم من أتقن علماء التدليس، شعبة بن الحجاج رحمه الله، رواهم هم نفس طريق الجماعة الآخرين لكن كثيرا ما يخطئ في المعنى، فروى الحديث بلفظ آخر بالمعنى لا وضوء إلا من حدث. الحديث الأول لا ينصرف حتى يسمع صوت النواجذ الريح، له مناسبة، له مناسبة، ولكن الثاني لا وضوء إلا من حدث، تقييد قاعدة. فوهم الحفاظ الإمام شعبة في روايته لهذه اللفظة. فإذا جمعت طرق حديث صلاة في مسجد هذا تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، صلاة في المسجد الحرام، عفوا، صلاة في مسجد هذا تعدل 1,000 صلاة إلا المسجد الحرام، أكثر الرواة على قول المسجد الحرام، بعض راوي قال إلا مسجد الكعبة، فروى الحديث بالمعنى وغيرت روايته بالمعنى رواية خالفت روايته بالمعنى رواية الأكثرين. فهذا الذي عندي في الباب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا المبارك، الله يكرمك، الله يكرمك. أبشروا يا أهل مكة وكل من جاء إلى مكة، هذه من فضائل مكة، الحمد لله، يعني نبشركم بأن هذا فضل عظيم أكرم الله به هذه البلاد الطيبة.
إذن من المسجد الحرام إلى التنعيم 7 كيلومتر، هذا داخل في الحرم والتنعيم خارج حدود الحرم. من المسجد الحرام إلى عرفات 20 كيلومتر، داخل في حدود الحرم وعرفات خارج حدود الحرم. من المسجد الحرام إلى الحديبية 18 كيلومتر، داخل حدود الحرم والحديبية خارج حدود الحرم. هذا المربع كله أو هذا المكان يسمى حرما، ويؤكد ذلك يؤكد بقى له شيخنا حفظه الله سؤال عطاء بن أبي رباح لشيخه عبد الله بن الزبير. يقول عطاء بن أبي رباح: سألت عبد الله بن الزبير هل مكة كلها حرم؟ قال: مكة كلها مسجد حرام، مكة كلها مسجد حرام. وكما أشار شيخنا أن جمهور أهل العلم فعلا الحنفية والمالكية والشافعية وابن القيم نصر هذا القول بأن مكة كلها حرم والصلاة فيها مضاعفة. جزاك الله خير شيخنا المبارك، بارك الله فيك. السؤال الثاني لشيخنا: وكذلك من يرد فيه بإلحاد بظلم عامة نذقه من عذاب أليم، فلا حرمة يعني. الله يسلمنا. إذن تستطيع بفضل الله عز وجل. طيب السؤال الثاني: هل هذا التضعيف خاص بالفريضة أم عام للفريضة والنافلة؟ النص مطلق يا فضيلة الشيخ وحيد. أيوة، النص مطلق: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة إلا المسجد الحرام. نص عام تشمل الفريضة والنافلة. الحمد لله. يعني لو أن إنسانا أراد أن يصبح مليونيرا فجاء يعمل عمرة لمدة 10 أيام فصلى هذه الصلوات في المسجد الحرام، الصلاة 100,000 صلاة، ثم قام من الضحى فصلى 2 ركعة 200 و2 ركعة 400 و2 ركعة، صلى 20 ركعة ب2 مليون، وصلى 20 ركعة بين الظهر والعصر 4 مليون، وصلى 20 ركعة بين المغرب والعشاء 6 مليون، 20 ركعة بعد العشاء 8 مليون، في 10 أيام ب80 مليون. وإذا صلى في المسجد الحرام الصلاة فريضة 100,000 صلاة، ثم نسأل ونقول شيخنا المبارك: لا تحصي فيحصى عليك. هذا كلام النبي محمد. يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك. هذا رجاؤنا في ربنا تبارك وتعالى الحليم الكريم سبحانه وتعالى. وهل صلاة الجنازة أيضا تدخل فيها؟ هي العموم يا فضيلة الشيخ. الله أكبر. الله أكبر. يعني لو صلى الإنسان جنازة ب100,000 جنازة، وهل يا شيخنا لو 5 جنازات صلينا عليهم تأخذوا؟ نحن نعتقد أن الله كريم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. طيب ننتقل إلى السؤال الثاني لشيخنا حفظه الله وبارك فيه، وهو سؤال مهم جدا: فيما إذا كان الإنسان أراد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى وأمامه معه مبلغ من المال، أيهما أفضل، يحج به حجة نافلة أم يتصدق به على بعض الفقراء والمحتاجين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الجواب في هذه المسألة لا يضطرد، فإن كان المسكين كما قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مجاعة، مسغبة المجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، لاصق في الأرض من الفقر، هذه أجرها أعظم لأنها من أسباب اقتحام العقبة. وأما إذا كانت الأمور كما يراها الناس، بدلا من يأكلوا لحم يأكلون بطاطس مثلا على سبيل المثال، بدلا من يأكل بطاطس يأكل فول، فالحج تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. ولا شك أن الكل مأجور، لكن لما نقرأ الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نرى الختام الجميل الطيب الذي يغفل عنه الكثيرون: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالله يشكر لك يا معتمر، يشكر لك يا من تحج النافلة، يشكر لك يا أي متطوع كنت، متطوع بمال. لكن ختام الآية جاء عقب العمرة، والله أعلم. جزاك الله خير شيخنا المبارك وزادك توفيقا وسلامة. الله يبارك فيك. أيضا نسأل شيخنا المبارك فنقول له حفظك الله ورعاك وبارك فيك. وإياكم.
المرأة إذا أرادت أن تحج حجة الفريضة وليس معها محرم فماذا تختار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أختار رأي جماهير العلماء القائلين بأنها تحج حجة الفريضة مع الرفقة الآمنة، خلافا لبعض الحنابلة، وليس إجماع للحنابلة، إنما خلافا لبعض الحنابلة، وموافقة أولا لما سيرد عن رسول الله، ثم لأقوال الجماهير من الأحناف والمالكية والشافعية. أما عن الأدلة فأولها قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في تفسير السبيل بالزاد والراحلة، لكنه حديث ضعيف، لكنه إحدى استدلالات الشافعية. ثانيا، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة، في بعض الروايات من صنعاء، حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. ثالثا، حج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جلهن باستثناء أظن أم سلمة أو زينب رضي الله عنهما في رفقة آمنة في زمن عمر رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف ومع عثمان بن عفان رضي الله عنهما. رابعا، أيضا بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى أن قال: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. خامسا، وهي المسألة ذات أهمية: ما العلة من المحرم؟ هل ننظر إلى العلة من حديث رسول الله أو لا ننظر إليها؟ يعني مثلا الرسول عليه السلام نهى عن شيء، هل ننظر إلى سبب النهي أو نغمض العين عن سبب النهي؟ مثلا مسألة أصولية طويلة، مثلا الرسول عليه السلام نهى أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، هب أنه أن الزوج شاهد لكنه مشلول لا يستطيع حراكا ولا يستطيع إتيان النساء ولا غيره، هل يؤخذ إذنه في الصوم أو لا يؤخذ؟ تلك مسألة العلماء مختلفون فيها. عموما، العلة من النهي هل معتبرة أو غير معتبرة؟ فالعلماء الذين قالوا في بجواز سفر المرأة مع الرفقة الأمينة قالوا: العلة من المحرم تأمين المرأة. فإذا سافرت مجموعة نسوة مثلا مؤمنات تمام التأمين، فسلكنا مسلك أزواج النبي عليه السلام في زمن عمر رضي الله تعالى عنه: غاية حجة المانعين، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. هذه حجة المانعين. المخالفون وهم الجمهور استدلوا بالاستدلالات التي ذكرت وقالوا: ما العلة من المحرم؟ العلة من المحرم عندهم هي تأمين المرأة في سفرها، فإذا حصل لها الأمان سافرت وأدت ركن الدين. والله أعلم. ماذا اختيار يا فضل الشيخ وحيد؟ وأنا أعلم أنني في بلاد كثير من علمائها يؤكدون على المحرمية في الحج، لكن مع جمهور العلماء. أحسن الله إليك يا شيخ، الله وزادك الله، الله يبارك فيك، الله يكرمك وإياكم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. كان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي النساء خلف الرجال. الآن حينما أصبح في المسجد طابقا للنساء وطابقا للرجال، هل يظل الحكم كما هو أم يتغير؟ ما هؤلاء العلماء دي خضع للقاعدة التي تناقش، وهي مسألة: ما العلة من الحديث؟ ما العلة من الشاقة؟ قال فريق من أهل العلم: إذا انعزلت النسوة تماما في صندرة للنساء بعيدة حيث لا يراهن رجال ولا يرين رجال، فاقترابهن من الإمام لحديث رسول أولى
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما حث النساء على الخروج لصلاة العيد حتى للعيد قالت أم قال حتى الحيض وذوات الخدور. قالت أم عطية: الحيض يا رسول الله؟ قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، يعني يعتزل الحيض الصلاة، فشهود الخير ودعوة المسلمين والاقتراب منها بدون محاذير شرعية أولى، والله أعلم. أحسن الله إليك شيخنا، الله يكرمك، الله يكرمك، بارك الله فيك. الذين يصلون في الفنادق المحيطة بالحرم ويتابعون عبر هذه المكبرات الواصلة إليهم حيث يتابعون حركات الإمام وسكناته، هل يجوز ذلك أم أنه لابد أن ينزلوا إلى الصفوف؟ لا، في الأماكن المتخذة مساجد الآن ملزمون كل فندق بعمل طابق من الطوابق باتخاذ طابق من الطوابق مسجد، وهم واصلون إليه السماعات، فهؤلاء حكمهم حكم الصفوف الممتدة. أما نصلي في الغرفة التي لم يصطلح على أنها مسجد مؤتما بإمام المسجد فلا أخطر هذا. إنما المساجد كانت الغرفة فيها مكبر، وكل غرف فيها مكبر، مكبرات الحرم، كل الغرف في الفنادق اللي موجودة الآن فيها مكبرات المجاورة الحرم. لو قام ثلاثة أربعة في صف في هذه الغرفة وصلوا، والله ما أختاره، لأن لم تتخذ مسجدا. إنما المسجد المتخذ مسجدا في الفندق هو الذي تسرى عليه الأحكام، والله أعلم، والله أعلم. بارك الله فيك شيخ، الله يسلمك، الله ورعاك وبارك فيك شيخنا المبارك. بارك الله فيك. الكريم رب العرش العظيم أن يحفظك وأن يرعاك. ولك بمثل. أحد له أي سؤال من المشايخ الحاضرين؟ تفضل. الحجاج من أهل مكة، هل نقصد بهم أهل مكة داخل المسجد الحرام أو القرى المجاورة لمكة حدود بعض الأحياء؟ تعتبر الشرايع من مكة، لكن الشرايع خارج الحرم. لما أنا فاهم السؤال، الشرائع من مكة، الشرائع من أحياء مكة، أيه؟ حي الشرائع من مكة، الحاج اللي يكون من الشرائع وهو خارج حدود الحرم، هذا ينطبق عليه قول الله عز وجل: ذلك من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هل يكون معناه عليه هدي يتمتع وعليه طواف وداع؟ أي نعم. لا، أولا أنت تعرف أن الشرائع قسمان، قسم منها داخل حدود الحرم فهذا متسحب عليها أحكام الحرم، وقسم خارج حدود الحرم يعني تسحب عليها أنها خارج حدود الحرم، بس مش مشكلة، يعني خارج يعني حدود الحرم أيوة. عليه وداع، خارج حدود الحرم عليه وداع، ما في وعليه هدي في التمتع. هنا مسألة التمتع معذرة يعني اسمحوا لي في بيان شيء في شأنها، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك هذه عائدة على ماذا؟ هل عائدة على الصيام أم عائدة على التمتع؟ فانشطر العلماء انشطارا كبيرا فيها، انشطارا كبيرا في تفسير في توجيه اسم الإشارة ذلك، ففريق منهم قال ذلك عائدة على التمتع، أن التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فمن ثم قال أهل مكة لا يتمتعون، ومن العلماء من قال ذلك عائدة على صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لكن من أهل مكة يصوم العشر. تقصد أهل مكة لا يتمتعون لا يحجون تمتع، ولا لا يتمتعون لا يذبحون الهدي إذا تمتعوا؟ لا، ما هو إذا تم الهدي تابع لماذا؟ للتمتع. الهدي تابع للتمتع. قصدي أن فريقا من العلماء يقولون ذلك عائدة على التمتع، فيقولون ذلك أي ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أما حاضر المسجد الحرام فلا تمتع عليه. ده رأي فريق من العلماء، لكن الذين قالوا إن كلمة ذلك عائدة على الصيام قالوا إذن لا مانع أن يتمتع المكي، فإذا تمتع ألزم بدم التمتع،
فإذا يعني مشكلة، أنا كنت أظن الفريق قليل القائل بهذه المسألة، لكن وجدت انشطارا كبيرا بين العلماء في شأنها. يعني كنت متصور أن أهل مكة ليس لهم تمتع قولا واحدا، لكن بعد قراءة المسألة وقراءة أقوال المفسرين في تفسير الآية ذلك لمن لم يكن والخلاف في توجيه ذلك، اتضح أن الأمر يعني في سعة لمن اختاره. يعني أحسن الله إليك وليك شيخنا. وليك كثير من الناس، تفضل. من تمتع يصوم 10 أيام إذا لم يجد الهدي من أهل مكة. هذا مفهوم فريق من العلماء. أيوه. يصوم 10 أيام. أما الذين يمنعون أهل مكة من التمتع فوجهتهم أن ذلك عائد على التمتع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يمنعونهم أم يقولون يتمتعون ولا يهدون؟ لا يمنعونهم من التمتع مطلق. أما من التمتع يقول لا تمتع على أهل مكة، إنما حجهم الإفراد. شيخنا المبارك، كل سنة من سنوات الحج في اليوم 11 يحدث هذا الإشكال في منى، هل يجوز الرمي قبل الزوال أم لا يجوز في أيام التشريق؟ سنفصل المسألة بالآتي ذكره، بالآتي ذكره إن شاء الله، إن شاء الله يعني. إن شاء الله. أولا طبعا لا شك أن اتباع سنة الرسول أولى، السلام. ورسولنا رمى بعد الزوال والصحابة كانوا يتحينون الزوال، لكن السؤال الموجه، هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرمي قبل الزوال أم جاء فعله توافقا؟ ثانيا، هل أمر الرسول بالرمي بعد الزوال أم لا؟ فلم أجد نهيا عن الرمي بعد قبل الزوال، لكن هدي الرسول في فعله هو نفسه رمى بعد الزوال، والصحابة كانوا يتحينون الزوال. هل كان تحينهم للزوال لأن الرمي قبل الزوال لا يجزئ، أو كان تحينهم للرمي بعد الزوال اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالفريق الأحناف الذين قالوا بجواز الرمي قبل الزوال قالوا إن الرمي هو رمي أيام التشريق، واليوم يبدأ عندهم من بعد الفجر، فجوزوا لذلك. لكن الذين اختاروا الاقتداء برسول الله لقوله خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، قالوا إن الرسول رمى بعد الزوال والصحابة رموا كانوا يتحينون الزوال. الآخرون قالوا فعل الرسول جاء توافقا، جاء توافقا، كما مثلا قالوا في مسألة في الرد على ابن عباس رضي الله عنهما، في مسألة سافر الرسول عليه السلام 19 يوما يغسل الصلاة، قال ابن عباس فنحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا، وإذا سافرنا أكثر إذا زدنا أتممنا، إذا زدنا أتممنا. قال لا، فعل الرسول جاء توافقا، جاء توافقا. هذا الخلاف المسألة. يعني لا، إذا سأل سائلنا فضل الشيخ وحيد سؤالا، هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرمي قبل الزوال أم لم ينهى؟ لم يثبت نهى، لم يثبت، إلا أنه ثبت فقط خذوا عني مناسككم. فنقول الأفضل والأكمل والأتبع أن نرمي بعد الزوال، لكن لو شخص مضطر هذه الأيام الطيران مغربا يستحيل أن يدرك إذا رمى بعد الزوال طواف الوداع ثم إدراك المطار ثم إدراك الطائرة، ففي هذه الحال خلاص يا جماعة، يعني الضرورة هذه جعلتنا نجوز. شيخنا الفاضل، ماذا نقول لهؤلاء الذين يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عرفات بعد الزوال ولم ينهى عن الوقف قبل الزوال، فهل يجوز الوقوف بعرفات قبل الظهر ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف قبله؟ الوقوف قبل الظهر، انت تعرف ان عموم الحجيج يزولون قبل الظهر، يعني الوقوف والدعاء والوقوف بعرفة. أيوه. مثلاً. انا عارف الوقوف بعرفات، هو الوقوف بعرفات جائز ان تبقى من في عرفات من قبل الظهر، ولا ما في هناك ما يمنع؟ لا لا لا، لا بأس من وجود الانسان في عرفات. أيوه. لكن الدعاء والوقوف التعبدي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو ان انسانا ذهب إلى عرفات من الضحى ورجع، هل يقال بأنه وقف في عرفات؟ الجمهور يقول لابد أن يقف بعد الزوال، بعد الظهر يعني.
النصوص التي وردت فضيلة الشيخ وحيد في المسألة عامة، صح أنا أعرف ما تنقله عن جماهير العلماء، لكن النصوص التي وردت عامة، على سبيل المثال ما من يوم طلعت عليه الشمس أفضل من يوم عرفة، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، عام نص عام. نعم. وحديث عروة بن مدرس رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا إلا وقفت عليه، فأدركتك يا رسول الله في صلاة الفجر في مزدلفة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا الغداة بجمع وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار في عرفات فقد قضى تفثه وأتم حجه. فأنا لا أعرف فقط شيء يمنع إلا أقوال العلماء مع فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ووقوفه واجتهاده قبل بعد الزواج. أما النصوص فمحرج من مخالفتها. يعني مثلا إذا شخص على سبيل المثال وقف في عرفات من الصبح إلى الظهر، من الصبح إلى قبل الظهر، إلى الضحى ورجع إلى قبل الظهر ولم يكمل، ما صلى الظهر ولا العصر جمعا وقبض عليه، بصموه وقبض عليه، أو رجع لمرض أو نحوه إلى، يعني أنا بلمس المسألة مساس مباشر، يعني مساس مباشر أي عذر كائن ما كان. نعم. سواء هل حجه بطل؟ طبعا ويأتي تفطر في الإفاضة بعد كده، لكن خدوه رموه في الشماسي أو رموه في جدة وبعد ما انقضت عرفات أتي به فقال: أنا علي من الأركان الإفاضة، فأفاض، هل حجه يبطل؟ كنصوص إن مع النصوص تشهد عدم البطلان، لكن كأقوال العلماء يعني هل قالوا شرط أن تقف أم قالوا واجب؟ يعني هب أن شخصا خرج من عرفات قبل غروب الشمس بنصف ساعة كما حدث هذه السنة، ناس كثيرون الباصات وقفت خارج عرفات وطالبتهم بأن يخرجوا إلى الباص، إلى موقع الباص، خرج يمكن مثلا عدد هائل من الحجيج أمام أعيننا حتى يدركوا الباصات، وسائقي الباصات كانوا يحاولون خداعنا نحن ويقولون كده: تعالوا ضروري، تقول لنا الساعة 5، يا جماعة أنتم مش في عرفات، يضحكوا على الناس يقول: لا هذه عرفات، يعني نحن في عرفات، خداعا. فإذا خرج شخص بهذه المثابة هل حجه يبطل أو يجبر بدم؟ خرج جاهلا، هذا جاهلا او عمدا، مثلا افترض اي حاجه، ها، او مضطرا، فهو اذا افتيته بذبح اولى من ان، جزاك الله الله سيأسف. لا ما قصدتش كده، لا والله ما قصدتش كده. شيخنا هؤلاء الذين يرمون الزوال يقولون الرمي قبل الزوال جائز، ويذهب الساعه 12 بالليل فيرمي، لا دول ما اتبعوا ل 12 وربع يرمي لبكره لغدا. هذه آفة الحملات الآن، خاصة المصريون وغير المصريين. الحملات المصرية تقع في خطأ شديد جدا، تقوض الخيام الساعة 12 ليلة اليوم 12، وترى كل من في الحملة يستثني مثلا 10% من الطيبين المستمسكين، ولا يعني 90% يذهبون يرمون الجمرة الساعة 12 ليلا، ويقولون اليوم يبدأ من الساعة 12، فلا تعجلوا لا في يومين ولا في 3. هذا الخطأ الشديد، ويصعب أن يعني. السؤال المهم يا شيخنا بارك الله فيك، الذين ليس لهم أماكن في ميناء، هل يجلسون في الشوارع أم يبيتون في مكة؟ يبيتون في العزيز، يبيتون في أي مكان في مكة، أي مكان في مكة، بس الأقرب يعني، بس العزيزية، ولا يجب عليهم. أنا حاجز هذا العام رسمي يا شيخ وحيد، أنا والأهل، وضعوني رسميا في مزدلفة، سبحان الله، في خيام في مزدلفة، وضعوا الأهل رسميا في العزيزية، سبحان الله. وجاء بعض الأفاضل من إخواننا من المصريين في الرياض
وضعهم ايضا في الحمله في مزدلفه. وكيف فرقوا بينكما؟ ما اعرفش لا اريد ان اقول. على كل حال، اذا قضيه نؤكد على مساله الرمي قبل الساعه 12 بالليل لليوم، اظن هذا جائز. اليوم الفائت تجويز من الفقهاء. اما بعد 12 بالليل بعد منتصف اللي يرمون لغدا، اولا اليوم عندنا في كمسلمين يبدا من الفجر، حتى ما يبدا في الليل، من الليل لا كما يفعل. فهذا الرمي ليس صحيحا. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير يا ابو انس. سعدنا بكم يا شيخ، الله يجزيك عنا كل خير وعلى هذه الفوائد والدرر. ان يحفظه وان يرعاه، استفدنا منه كثير. ولك بمثل، الله يرفع قدرك يا ابو انس. شكر الله لك شيخ. ولكم يا ابو انس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.